الوصية الأخيرة. بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وهجوم القوم على دار الصديقة الطاهرة فاطمة، مرضت سلام الله عليها مرضا شديدا ومكثت 40 ليلة في مرضها وقيل أكثر. فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن وأسماء بنت عميس ووجهت خلف علي عليه السلام وأحضرته فقالت: يا ابن العم، إنه قد نعيت إلي نفسي وإنني لأرى ما بي، لا أشك إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. فقال لها علي عليه السلام: أوصيني بما شئت، فإنك تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. ثم قالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن العم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. ثم قالت: أوصيك يا ابن العم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. ثم قالت: أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي، فإنهم أعدائي وأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. ثم بكت عليها السلام، فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: يا سيدتي، ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي. فقال لها: لا تبكي، فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله. ولما ماتت فاطمة عليها السلام، قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها، وأنت خير الحاكمين.